وقد بدأ ضيوف الرحمن رمي جمرات العقبة في مشعر منى ونحر الهدي في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك عقب نفرتهم من عرفات إلى منى حيث قضوا ليلتهم. واستعدت قوات الأمن السعودية منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم، ونشرت عشرات آلاف من الجنود والضباط لخدمة ضيوف الرحمن. واستقبل الحرم المكي جموع المؤدين لصلاة العيد وطواف الإفاضة، فيما أكد قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن خالد الحربي جاهزية منشأة الجمرات لاستقبال الحجاج عبر منظومة أمنية مشتركة لإدارة وتنظيم حركة الحشود في منشأة الجمرات.